السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا كل متابعيني ومشاهديني. يا رب الجميع يكون بخير. ازيكم في البيت البسيط؟ النهاردة بقى جايين نعمل كيكة هشة واسفنجية وبيضة من جوه بالشكل ده. يعني لو الكيكة بتهبط منك أو بتبوظ أو بتطلع صودا من جوه تابعيني وشوفي الفيديو، ولو بتبوظ منك للناس المبتدئة هتعملي أحلى كيكة سريعة جدا ومضمونة النتيجة 100%، هتطلع معاكي هشة وجميلة من أول مرة. بس تابعيني وشوفي خطواتي وشوفي هنعملها ازاي للآخر. أتمنى ما تنسونوش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويلا بينا وعلى بركة الله. وهنسمي بسم الله، وهنجيب 3 بيضات بحرارة الغرفة، بس دول 4 عشان البيت صغير. يعني لو البيت كبير حطي 3، لو البيت صغير حطي 4 بحرارة الغرفة طبعا. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة من الفانيليا السايبة او الفانيليا اللي هي الاكياس. وبعد كده هننزل بكوباية ونص من السكر او السنيدة. بصي بقى يا ست الكل، اول خطوة لازم يكون السكر ناعم وابيض. ان شاء الله تشتري كيس وتشيليه كده بس للكيكات، وتقعدي تضربي بالمضرب كويس جدا. هتجيبي كوبايه ونص سكر ابيض ناعم، وتقعدي تضربي كويس لحد ما تدوبي السكر وتخلي الخليط بتاعك كده هشه ابيض. انا نزلت بقى دلوقتي لحاجه بمعلقه من الزبادي. الزبادي او الياغورت ده يا جماعه بيدي بردك هشاشان للكيكه بتاعتنا. وبعد انا ما قلبتها كده ودوبتها، بصي بقى تاني حاجه، اهم حاجه ما تنزليش بزيت بس، الزيت بس بيسود الكيك يا جماعه. فانا عامله نص كوبايه زيت على سمنه، او تحطي زبده اي حاجه، انا هنا بصراحه مستخدمه زبده. يبقى انا حطيت نص كوبايه زبده على زيت. وبعد ما دوبتهم نزلت بمعلقه من عصير الليمون. عصير الليمون ده يا جماعه مهم جدا بردك، بيخلي هشاشان الكيك وبيخليها ابيض من جوه. تعصري كده يعني معلقه كبيره وتنزلي بيها وتقلبي. بعد كده انا معايا كوبايتين من الدقيق او الطحين جميع الاغراض. بصي يا ست الكل بردك، انا نخلاه مره قبل كده وديني بنخله تاني وانا شغاله. بصي بقى ما تنزليش بالدقيق مره واحده، لو نزلتي بالدقيق مره واحده هيكتل معاكي وهيبقى من جوه في دقيق كده ومش حلوه. لا، انا بالمضرب اليدوي بالشكل ده ابدا ان انا انخل حبه وادوبهم، انخل حبه وادوبهم لحد ما اخلص الكوبايتين بتوعي خالص بالشكل ده. تنزلي حبه كده وتنخليهم وتقلبي، وتقلبي بالراحه بردك عشان ما نطلعش الهواء. بعد كده دي معلقه كبيره من النشا او المازينه. النشا دي يا جماعه بردك بتدي طراوه للكيك بتاعنا، ودي طبعا ذره من الملح اللي هي السنه بتاعت المخبوزات. وبعدين بردك قلبت. بصي بقى رابع خطوه بردك مهم جدا للخطوات اللي انا بقولها لك دي، تابعيها وامشي بيها بالمظبوط عشان تطلع معاك ان شاء الله كيكه ناجحه وهشه وحلوه. انا معايا هنا نص كوبايه من الحليب او اللبن، بس اهم حاجه يكون ايه بقى، ما هوش دافي وما هوش سخن، لا يعني يا دوبك كده تعمليه زي سخونيه الشاي لما تيجي تشربي الشاي كده. فانت تدفيها كده شويه، تسخنيها شويه على النار قبل ما تنزلي بيها على الكيكه. دي بردك بتخلي الكيك بتاعك من جوه ناعم وما بيعملش فراغات، لكن لما بيكون بارد لا يعني بيديكيش نتيجه كويسه. يبقى هنا الحليب بتاعك دي نص كوبايه، تنزلي حبه حبه لحد ما ياخد معاك الخليط. انا هنا نزلت بنص الكوبايه كلها وقلبت، يبقى الحليب بتاعك يكون ساخن. بعد كده بقى اخر خطوه خالص خالص، خميره الحلويات او البيكنج باودر. انا نزلت بكيس كامل اللي هو حوالي 20 جرام، وبرضك اديتها تقلبتين كده على خفيف، وبعد كده سبتها على جنب لما احضر الصينيه. يبقى اهم حاجه كل خطوه تعمليها وتقلبي بالراحه. بعد كده انا جبت هنا الصينيه دي 22، يا دوبك دهنتها زبده وحطيت عليها كمان ورق زبده. مش عايزه تحطي ورق زبده، خلاص عفريها بسيط جدا بالدقيق وانزلي بالخليط بتاعك، واديها كده خطتين عشان نطلع الهواء. وطبعا الفرن بتاعك هتكوني مشغلاه من البدايه، يعني الفرن سخن، تبدأي على الرف اللي في النص 130، تسيبيها حوالي 25 دقيقة ل 30 دقيقة. أنا بالظبط قعدت معايا 28 دقيقة بالظبط. وبعد كده قفلت البوتاجاز بتاعي وسبتها 4 دقايق أو 5 دقايق كده والبوتاجاز مطفي. مهم للحكاية دي يا جماعة عشان لو خرجتيها على طول تهبط،
من الحراره للحراره الجو اللي بره هتهبط، فانا بسيبها 5 دقايق تريح وبعدين اطلعها. اعين الورق بتاعي بقى بتاع الزبده بتاعي، وبعد كده اهم حاجه تغطيها وتسيبيها تبرد ساعتين قبل التقديم. يعني انا سبتها ساعتين دلوقتي مغطياها عشان برضك ما تهبطش. وبعد كده زي ما انت ما شايفه كده، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني بقى حته كيكه هتطلع معاكي ناجحه وجميله من اول مره. بس قبل ما تقطعيها تسيبيها تبرد ساعتين الاول، وزي ما انت ما شايفه كده بقى، بصي ما شاء الله من جوه بيضه كده وهشه ويعني ملساء، وبصراحه حاجه طريه كده وجميله. تشربي بقى الصبح معاها كوبايه الشاي، او بالليل مع الشاي بلبن، يا سلام يا سلام بقى، حاجه كده جميله. والناس المبتدئه دي بقى مالكيش حجه، اعمليها وجربيها، ان شاء الله النتيجه سهله ومضمونه من اول مره. بصي بقى معاكي ناعمه ازاي وهشه، حاجه كده وما شاء الله خطيره. وادي كده الكيكه بتاعتنا النهارده خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا، وتكون يا رب هتجربيها. بصي قد ايه، بصي اسفنجيه في ايديكي قد ايه هشه. فما تنسينيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لما يطلع عشان يجيلكوا وصفات بكل حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله، واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله.